انا راجل ومعايا ست ستات. راجل ست ستات, ما انا راجل ومعايا ست ستات. قولي بقى ايه فكرتك؟ فيلم اسمه يوميات عربيات كشري. ده اكيد ملوش كمال الفيلم ده. كشري ايه بس؟ زفت زفت. اتفضل اتفضل اللي بعده. مقدمة فيلم عن شاب نايم. طبعا لازم يكون نايم. وبعدين اكيد بيفضل نايم. كويس, وفين القصة؟ هي دي القصة سيادة. اكيد بقى الجمهور اللي هيخش يتفرج على القصة بتاعته ده هياخد معاه بطاطين. شاكرين قوي. اتفضل اللي بعده. انا عايز اخد فرصتي. خدها يا حبيبي. فيلم عن مفيش. مفيش ايه؟ مفيش شغل, مفيش جواز, مفيش عربية, مفيش فيلم. هنصور الشوارع والحيطان والبيوت والترع. ده على كده فيلم الكشري كان ارحم. هو فين الفيلم يا ابني؟ هو ده الفيلم سيادتك. زفت زفت زفت. امال عايزيننا نجيب قصص منين يعني؟ قصص منكم انتم. انا مش فاهم يعني حضرتك ما بيعملوش مجهود ليه؟ الناس لو دورت بجد, لو دورتوا بجد في وسط الناس هتلاقوا قصص كتير جدا. يلا يلا اتكل على الله, اتكل على الله. حضرتك المهنه لمت خالص خلاص. بالظبط كده يا استاذ, بالظبط. يعني عارف لو حضرتك كل واحد بس دور جوه بيته هيطلع 100 قصه على الاقل. واضح ان حضرتك بتفهم قوي في السينما. حضرتك انا كنت زمان وانا صغير بتفرج على افلام كتير جدا, وبعدين بعد كده طلبوني يعني ان انا اكتب حاجات في السينما, ما وافقتش وقتها, لكن واضح ان انا هتدخل عشان انقذ الوسط السينمائي. افهم كده ان عندك قصه ليا؟ راجل عايش مع ست ستات. عايش مع ست ستات. هايل, جبتها ازاي الفكره دي؟ حضرتك انا ما جبتهاش, انا نفسي عايش مع ست ستات. ايه ده, وكمان قصه واقعيه؟ بص يا استاذ, انا هشتري منك الفكره دي واديك عربون فورا, بس انا عايز الفيلم بتاعي يكون فيلم جديد, عايز فيه اكشن. اكشن حضرتك؟ انا دايما بتخانق معاهم فده اكشن يعني. حلو قوي. عايز كمان فيه رومانسي. الرومانسي بعد ما اتخانق معاهم بصالحهم على طول. يا ريت يا ريت يبقى فيه شويه رعب. رعب رعب, برغم ان هم بيسمعوا كلامي وبيحترموني لانهم بيبقوا مرعوبين مني, مرعوبين. ويا حبذا لو فيه شويه تاريخ. تاريخي حضرتك؟ الجزء التاريخي ممكن نصوره في البازار, ما عنديش مشاكل خالص. كويس جدا. ايه رايك بقى في شويه استعراض على خفيف كده؟ لا استعراض معلش, انا مش بتاع استعراض, لان انا مش عنديش استعداد خالص ان انا اقدم اي تنازلات في بدايه طريقي. خلاص خلاص مش مهم, اهم حاجه عندي الكوميدي. حضرتك الكوميدي خلاص رطرط, اي حد بيعمل كوميدي, لكن حضرتك انا بعمل موضوع جد يثير الملل, يخلي المتفرج وهو بيتفرج يجبس عليه النوم على طول. هايل هايل. أنا دلوقتي بس اطمن على فكرة, أنا همضي معاك العقد بس أنا لسه معرفتش اسمك إيه. حضرتك أنا اسمي عادل سعيد. وأنا عادل حزين. أنت كمان عندك فكرة ليه؟ أيوة, راجل وسبع ستات. طب لو هديك نفس الأجر الست عندك تقف بكام؟ إيه ده حضرتك, هي شروة يعني الست تقف كام إيه يعني؟ حضرتك أنا جاية قبله, وبعدين غير كده يعني أنا ممكن الست ستات اللي عندي أخليهم سبعة, أتجوز واحدة تانية, ممكن أخليهم تمانية, أجيب أي واحدة قريبتي تقعد يعني, بس ده للأجزاء اللي جاية يعني. خلاص يا جماعة مش هنختلف, بس أنا عايز أقول إن الفكرتين قريبين قوي من بعض, قولوا لي شوروا عليا أعمل إيه؟ الفيصل في الورق. ورق ايه حضرتك, ده اسمه حزين يعني, هيكتب كوميدي ازاي؟ وبعدين ورق ايه يا عم, واحنا بنبيع ترمس. خلاص تبقى خايف من المنافسه. لا مش خايف لعلمك بقى, وهتشوف. علشان نفضل الشباك اللي بينكم ده كل واحد يكتب الملخص بتاع فكرته ويقدمه لي.
حياتنا خلاص يا جماعة هتتسجل على شريط سينما أخيرا. بيبي اللي انت بتقوله ده شيء لا يصدقه العقل. هو المنتج ده ملقاش غيرك انت انت عشان يعمل قصة حياتك فيلم. يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. أخيرا يا جماعة، يا جماعة المعاناة اللي الواحد طول عمره عايش فيها الحمد لله هتتسجل بقى والناس كلها هيشوفوها. أخيرا الواحد حس إن الاحتلال اللي موجود عنده ده جيب فايدة. أيوة يا عادل، بس أنا برضو مش فاهمان أنا إيه اللي خلاه يتشد بيك؟ ابني إنسان عظيم ودي أقل حاجة تتعمل له. يا سلام. عظيم بقى مرة جايزة نوفل واخدها بلا خيبة، ده قعد 4 سنين عشان ياخد دبلوم. يا سناء يا سناء ما تحترمي نفسك بقى. يا جماعه ما ينفعش الجو الوحش ده، احنا لازم نعمل على تدعيم اواصر المحبه بينا عشان نخلق جو كويس للتحولات المستقبليه القادمه. بابا هو المنتج ده ممكن يخليني امثل في الفيلم؟ طبعا يا حبيبتي خليكي تمثلي. امال ايه، اولا انا يبقى لي كلمه مسموعه، يعني انا طبعا اللي كاتب الفيلم اساسا، فاقول له دي تمثل تمثل، دي ما تمثلش ما تمثلش. عادل انا من رايي تشيل الموضوع ده من دماغك احسن لك. اشتري نفسك يا ابني. عادل انا من رايي ان انت ما تشيلش الموضوع ده من دماغك يا بيبي، انت لازم تحارب بكل اصرار وشجاعه عشان تقدر تلاقي مكان تحت الشمس. شمس ايه في الحر دي؟ اي كلام وخلاص يا جماعه، سيبوني انا عايز بس اركز كويس قوي عشان اشوف هكتب ايه في الفيلم بقى. بس انا ماليش في الكلام ده، انا ما بفهمش في الكوره. يا ماما مش لازم تكوني بتفهمي في الكوره عشان تنزلي معانا الملعب، المهم ان انت تبقي موجوده معانا في الملعب عشان اي كوره الواحد يشوطها ما تجيش في العارضه. دولا دولا انت بتكتب ايه يا دولا؟ بتعمل ايه؟ بعمل الخطوط الرئيسية. خطوط؟ انت هتبيع موبايلات يا دولا؟ موبايلات ايه؟ انت اي هيصة جاي فيها؟ موبايلات ايه؟ دي الخطوط الرئيسية للقصة بتاعت الفيلم اللي انا بكتبه ان شاء الله اللي هيتعرض ويكسر الدنيا، يعني بشوف مين الشخصيات اللي هتعامل معاها وكده. وانا طبعا ان شاء الله مكتوب. مكتوب ايه يا ابني؟ هو احنا طالعين رحلة لراس البر، اكتب اسمك ليه؟ ليه يا دولا وانت يعني خلاص علشان ان شاء الله هتشتهر تقوم تبيعنا انا؟ يا ابني انا لو طول ابيعك من زمان كنت بعتك، محدش راضي ياخدك ببلاش. يلا ليه يا دولا؟ ده انا ابن عمك يا دولا، تبيعني. خلاص يا رمز خلاص، مش عايز دوشة دلوقتي، هبقى اكتب لك مثلا مشهد ولا مشهدين ولا حاجة في الفيلم. يلا اتكل على الله. لا لو سمحت يا دولا خليني انا اللي اكتب بنفسي مش انت. اتفضل اكتب بنفسك، عايز تكتب ايه يعني؟ ايه حكايتك يعني؟ ماشي اتفضل يا دولا اكتب كده. رمزي البردعي ده اسم الفن. البردعي ده نسبة للبردعة اللي هتتحط على ظهرك ان شاء الله. هتكتب بقى وانت ساكت ولا هتنرفزني؟ لا انا اسف انا اسف، اتفضل حضرتك اتفضل عبر عن نفسك. ماشي. رمزي انسان كويس وابن حلال جدا وشاطر. رمزي حمار وما بيفهمش حاجه. ورمزي رياضي ومشنوق القوام و مشنوق. بتبوظ لي الفيلم من قبليها. يلا 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 اطلع بره، يلا اطلع بره. خد 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 خد، تعال تعال. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه؟ ايه هي انطباعات حضرتك عن الوضع الاسري الراهن؟ لا 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 انا ما بحبش اتكلم في السياسه. طيب عمرك يا ماما كنت بتحب المشاكل؟ ابدا، ده انا كنت بقول يا حيطه داريني. يا حيطه داريني. طب ماما هسالك سؤال كاني مش ابنك يعني وكانك انت مش ماما خالص يعني. حبيتي حد قبل بابا؟ انت تعلم جيدا يا عادل ان انت كنت الحب الاول ليا ايام الجامعه، اي انك كنت حبيبي دائما. يعني ايام الجامعه ما كانش ليك اصحاب؟ الحقيقة ان كان في معظم الاصدقاء يمتازون بانهم من العنصر النسائي. في بعض الاحيان وهي ليست كثيرة بل قليلة كان بيحدث حوار قوي جدا ومؤثر وخاص مع بعض الاشخاص الرجاليين المميزين جدا، بس كانوا كتير يعني. كتير ولا ماشي. رانيا جاوبيني بصراحة، عمرك زوغت من المحاضرات؟ انت اتهبلت في نفوخك ولا ايه؟ ما تحافظ على كلامك، انا مثال التربية والتعليم والأخلاق، أنا أزوغ من المحاضرة؟ بعيداً عن المبالغة بتاعتك وركزي معايا، اختاري ما بين الأقواس. هل شخصيتك شخصية مستقلة أم مستغلة أم موتزاريلا؟ أنت متربي معايا وأخويا وعارفني كويس، ولا أنت واحد صاحبنا يعني؟ أنت عارف إن أنا طول عمري مستقلة وعمري ما كنت دلدولة لحد يا عادل. طيب هل أنت أنانية؟ أنا طول عمري معطاءة يا أبي، واللي في إيدي مش ليا. مش ليا. طيب حسيتي بأي نوع من القلق يعني، وخصوصا إنك أنت تعرفتي بشباب كتير ومن غير ما تتخطبي مثلا ولا حاجة، يعني من الآخر خايفة تعنسي؟ بص يا أبي كل شيء اسمه ونصيب،
بس انا مش ساكته ومسيري مسيري هوقع واحد قريب قريب. طيب ايه رايك في كتاب ابلة نظيرة؟ طول عمري بعمل لكم الاكل من غير كتب زي ما اهلنا علمونا. طب ماما معروف عنك ولعك الشديد يعني بالشياكة، هل انت من الناس اللي بيتابعوا الخطوط الحديثة للأناقة؟ انت طبعا عارف ان انا ست تري شيك وبهتم جدا بنفسي وبلبسي وبشياكتي، علشان كده انا على طول بلبس احدث موضة. طيب هل فكرت انك انت مثلا تصبغي شعرك او تحلقي زيرو؟ زيرو؟ انا احلق زيرو يا عادل؟ ازاي يا حبيبي؟ ده انا اهم حاجة في حياتي هي شعري. انا صحيح مرة حاولت ان انا اصبغه احمر لكن للأسف طلع اورانج، لكن رجعته بقى للون بتاعه الطبيعي. طيب هل عندك مشكلة في الوقت؟ انا على طول بالنهار ببقى مزنوقة وخصوصا يوم السبت. طيب ايه رأيك في عمليات التجميل؟ لا يا عادل، لا ده بيلجأوا لي في محاولة أخيرة لإصلاح ما أفسدته غارات الزمن على الوجوه التعيسة المضناة زي مضناك جفاه كده. نفسك تخلفي تاني؟ معقولة يا ابني عايز نخلف بعد العمر ده كله؟ انت عايز تخش الجيش ولا ايه؟ صح، انت لو خلفتي انا اخش الجيش عشان الوقت. طيب ماشي يا ماما، ما علينا. بتحبي ايه من صفات الناس؟ الكرم، يعني لما اطلب منك حاجه تعملها لي تقوم تعملها لي، لما اطلب منك فلوس تديها لي تقوم تدهاني. سحبت السؤال اللي فات. قولي لي يا ماما، امتى بتحسي بالخوف؟ لما اشوف فيلم رعب. لما بتشوفي فيلم رعب، حلو. امتى بتبقي عايزه تضحكي لو انت اصلا بتعرفي تضحكي؟ طبعا يعني بضحك لما عيد ميلاد ياسمين بيكون مؤهل للاقتراب المزعن عادي يعني. طيب ركز معايا في السؤال ده، ايه لونك المفضل؟ الاسود. هل انت تشاؤمية؟ جامي ان انا اتشائم في حياتي، انا عمري ما تشائمت في حياتي، حتى لما بصطبح بوش امك واختك برضو ما بتشائمش. ايه اكتر موقف اثر فيكي؟ موقف عبود. بابا هو انت مش هتسألني؟ لا يا حبيبتي، احنا بنكتب تاريخ للشخصيات واقل من 20 سنة مالوش تاريخ، فمش هينفع اسألك يعني، لكن خليكي للفيلم اللي جاي، احتمال اعمله عن الاطفال، تكون انت كبرتي بقى فهلغيه برضو. دلوقتي بقى بعد ما كل واحد فيكو قرا ورق التاني، ايه رايكم؟ والله انا وجهه نظري ان ورق الاستاذ حزين ده مش منطقي، يعني لانها قصه متالفه، فعشان كده تلاقيها الاحداث بتاعتها مش مترابطه وكلها مهلهله. هو يعني كل الافلام اللي قصتها مش حقيقيه مش مقنعه؟ رايك غلط. رأيي غلط في ايه؟ يعني انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ اولا واضح ان انت من ورقك كده من السيناريست انك انت مثلا كنت بتسرح بعربية جوافة ولا حاجة. جوافة؟ ده بيشتمني يا استاذ خالد. هي دي مش شتيمة، ده اسمه نقد، بس انت هتعرفه منين النقد ده اذا كنت انت اساسا مش عارف تكتب؟ هتعرف تنقد؟ يا سلام، هو يعني انت اللي بتعرف تكتب؟ والله الورق اللي انا كاتبه خير دليل على ان بعرف اكتب. الورق بتاعك كله ثغرات يا استاذ، ثغرات. ثغرات ازاي يا استاذ حزين؟ فهمنا. في هنا مواقف غير منطقيه ولازم تتعدل. تتعدل ايه وانت اي كلام بتقوله؟ خلاص يعني مثلا ياسمين بدل ما هي بتدرس في المرحله الابتدائيه تكون بتسرح مثلا بمناديل في الاشارات. خد عندك يا سيدي، انت كاتب هنا ان سناء خرجت من البيت الساعه 8 وصلت المدرسه الساعه 8:10، ازاي يا استاذ؟ ايه اللي ازاي؟ يعني ازاي نزلت من البيت ولا ازاي وصلت المدرسة يعني؟ ازاي تاخد من بيتها لحد المدرسة 10 دقايق بس، مع انك كاتب هنا انها استعملت المواصلات، واكيد كانت راكبة عربية، واكيد ملاكي، ودي اول ثغرة. ثغرة ايه؟ وانت اي كلام بتقوله خلاص؟ يعني ناقص كمان تقولي ماركة العربية ورقمها يعني؟ لا، رد عليه بالمنطق بقى يا استاذ عادل. منطقي حضرتك؟ ده بيهرج، ده كاتب شوية أخطاء متخيلها في دماغه يعني في برشامة، كل شوية يقولك في ثغرة وبتاع. طب أتحداك لو طلعت أي ثغرة تانية.
وادي تاني ثغرة. انت كاتب هنا بتقول ان الست رانيا مرات البطل عمرها ما عرفت حد غير جوزها، وانه اول راجل في حياتها، مع انها هنا بتقول ان الراجل لازم يكون شيك ويتكلم كلام رومانسي، وان ده لو ما حصلش الست هتحس بالندم. قصدك ايه؟ لا ده كلام فارغ، انا ما اسمح لكش. استاذ عادل ايه ده، احنا بنتناقش. اقعد 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 بس. ثالث ثغرة يا استاذ، انت كاتب هنا بتقول ان نجلاء قطعت علاقتها بزميلها في الجامعة، مع انها خرجت وقعدت تتكلم في الموبايل يجي ساعة بحالها على السلم برا. دي مش ثغرة ولا حاجة، دي حرية شخصية، اي حد من حقه ان هو يقعد يتكلم ساعة على السلم لوحديها، ودي مش ثغرة ولا حاجة. مش قلتلك يا استاذ خالد الفيلم كله ثغرات؟ الثغرات كترت قوي يا استاذ عادل، تعليقك ايه؟ انا تعليق ان هو بيهيس يعني، وبيدور على اي اخطاء وخلاص بالبرشامه اللي فاكر نفسه في امتحان ده. حضرتك انا اعتقد ان الموضوع بتاعي والفيلم بتاعي لو بس فيه التلات ثغرات اللي هو بيقول عليهم، فاعتقد ان ده هيبقى انجح فيلم مر بالسينما العالميه. انجح فيلم؟ طب خد الثغره الرابعه دي كمان. يا ابني اسكت بقى، اخرس بقى. انت كاتب ان الست انعام ام البطل بتحب ابنها وبتحب مرات ابنها، وانها عمرها ما حست بالغيره منها، مع انها من يوم ما اتجوز البطل ما دلعتوش ولا قالت له يا دلدلتي. انا اصلا يعني ما بحبش كلمه دلدلتي دي، وبعدين يعني هي بتدلعني عادي جدا، بس عشان البطل اللي هو يعني انا ما بحبش، شلتها عشان ده يعتبر امن قومي. استاذ عادل بصراحه انا كده بدات اقلق كده كتير قوي يا استاذ عادل. بصراحة يعني يا أستاذ خالد أنا مش عارف صراحة الحاجات دي فاتت مني إزاي. بالذمة في كاتب يقول كده؟ بص يا أستاذ عادل، إذا كانوا قدروا يضحكوا عليك عندك في البيت فأنا ما أقدرش أبداً أضحك على جمهوري. إحنا اتفقنا نعمل قصة واقعية علشان نعمل سينما نظيفة، للأسف ده كله هيتأثر بسبب مؤلف الفيلم اللي اتضح إنه مخدوع في حياته. حضرتك يعني أنا ما زلت مصر على موقفي إن القصة دي قصة هايلة، حتى لو فيها شوية ثغرات فعادي يعني، بس هي في النهاية قصة، وقصة جامدة جداً. عندك دليل على كده؟ عندي دليل، بس أنا بحب أبعد الجنود المجهولين اللي ورا القصة عن الأضواء. حجة ضعيفة. أستاذ حزين عنده حق. طيب تحب يا أستاذ خالد بنفسك تتأكد من أبطال القصة الحقيقية؟ أنا ممكن أوديك بس أنا خايف عليك صراحة. أحب قوي. كده هضطر أوديك، بس أنت بقى جاني على نفسك، لأنك أنت هتدخل بنفسك عش الدبابير. هاي يا استاذ عادل، حقيقي هايل الجو اللي انت عامله ده. ربنا يخليك، عجبك يعني الصراعات اللي تخنق اللي موجوده في العيله دي؟ عجبتني جدا. مش ده برضو اللي بيسموه البلاك كوميدي، اللي هو الـ الكوميديا السوداء؟ هو في كوميديا سوداء وكوميديا جنجا؟ طبعا يا ماما، الكوميديا انواع كتير جدا، في كوميديا سوداء، في كوميديا بيضاء، في كوميديا مخططه، كوميديا مربعه وكروهات. يعني اخيرا يا فندم ملجأ الاحداث اللي احنا عايشين فيه ده طلع منه فايده. ولعلمك عشان تبقي فاهمه، المكان ده زي ما اخوكي لي حق فيه انا كمان لي حق فيه، وده لا يدعو لاي مجال للشك والهواجس الدفينه. هواجس دفينه ايه بس رانيا؟ واي كلام انت بتقوليه وخلاص ولا ايه؟ يا جماعه بلاش الصراعات الداخليه دي، وخلينا نركز مع الاستاذ. يا استاذ خالد، يعني حضرتك شايف ان الموضوع اللي انا كتبته ده عن قصه حياتنا كلنا يعني ينفع يبقى في السينما مثلا؟ لا ليه حضرتك ترجعت في كلامك ولا ايه؟ لا مش قصدي، انا قصدي اني مش هعمله فيلم، انا هعمله مسلسل سيت كوم بتدور احداثه بين راجل وست ستات، واسمه كمان راجل وست ستات. يعني ايه نص كوميدي؟ نص كوم اكيد مسلسل صيفي مثلا ولا حاجه. يعني ايه صحيح ست كوم ده؟ مسلسل ست كوم ده هتدور احداثه بين راجل، البطل بتاعه هيبقى اسمه عادل، هيعيش مع اسرته واسره مراته في نفس الشقه. تخيل الشغل اللي ممكن يطلع من القصه دي. ممكن يبقى شغل جامد جدا طبعا، بس حضرتك يعني مش شايف ان اسم راجل وست ستات ده غريب شويه؟ طب وعمو رمزي؟ نسيت بقى اقول لكم، عادل هيكون عنده بازار، ابن عم رمزي هيكون بيشتغل معاه في البازار ده. غريبه قوي يعني ان يبقى رمزي شغال معايا يعني. لا بالعكس خالص، الفكره دي فكره جريئه واقعيه، وهتشوف الناس هتحبها قد ايه. يا رب الناس تحبها يا رب. لا وكمان ايه، احنا ممكن نطلع اسرار كتير قوي من حياتكم. رانيا مثلا، هل كانت بتحبك قبل الجواز ولا لا؟ ودلوقتي
هل ما زالت بتحبك ولا في بينكم مشاكل؟ هل كان عندها رغبة في الارتباط بحد تاني بعد الانفصال عن أبوك ولا لا؟ ايه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني يا استاذ خالد؟ استنى، وحماتك هل شفتها وهي بتتعاكس في الشارع قدامك قبل كده ولا لا؟ ولو ده حصل هيكون ايه رد فعلك؟ هتدافع عنها ولا هتخاف انك تنضرب؟ استاذ خالد معرفش، بس ده يعني كده كتير، يعني مش معقولة يعني. واختك هل هي فعلا بتحبك ولا زي ما انت كاتب عنها هنا في السيناريو؟ وبنتك انا ملاحظ انها ممكن تبقى بطلة في العمل رغم انك مهمش دورها قوي هنا. وبعدين قبل ما ينزل المسلسل هنزل صوركم كلكم في المجلات والجرايد وعلى افيشات في الشوارع علشان الناس تعرف ان دي قصة حقيقية، راجل وست ستات. ايه ده يا استاذ؟ معقولة يعني حضرتك تاخد أسرارنا وأسرار عيلتي كلها وكمان تنشر صورنا للناس عشان تأكد للناس إن إحنا يعني تفضحنا؟ يا راجل ما تبصش للحاجات دي، ما تتنزلش عن الشهرة وعن المجد عشان الحاجات الصغيرة دي. لا معلش يا أستاذ، يغور الشهرة والمجد وكل حاجة قصاد إن أنا ما أفضحش عيلتي. بعدين معاك بقى يا أستاذ عادل، خلاص هزودك يا عم 1000 جنيه. أنا مش بتكلم كده عشان أزيد، بعد إذن حضرتك أنا مش هعمل القصة دي خالص. 2000 جنيه. لا يا أستاذ لا، معلش معلش مش هقدر. اتفضل حضرتك. 3000 جنيه. لا يا أستاذ اتفضل من غير ما تقول لحضرتك، اتفضل. 4000 جنيه. مش موافق. 5000 جنيه. مش موافق يا أستاذ. 10000 جنيه. موافقين؟ موافقين؟ اوعى تترددوا. لا 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 مش موافقين، دي قصة تانية. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. اقعدوا ساكتين، اقعدوا ساكتين. اتفضل يا استاذ. 20000 جنيه. لا يا استاذ، لا يا استاذ، بعد اذنك بعد اذنك. 30000. هم موافقين؟ لا مش موافقين، مش موافقين، مش موافقين. شوية فلوس هتخليكوا تغيروا يعني منهجكوا؟ حرام عليكوا، ده احنا ما صدقنا ان احنا عملنا عيلة، هنيجي نبوظ العيلة بشوية فلوس. أنا كنت غلط ولا كنت صح يعني؟ كنت صح يا عادل. برافو برافو. خلاص دلوقتي هدي كل واحدة فيكوا الحتة اللي خاصة بيها وهي تتصرف فيها، تقطعها تولعها، انتوا حرين. اتفقنا؟ اتفقنا.